عاجل، الحكومة تصدر بيان سار جدا لكل المصريين، ننشر التفاصيل. وعاجل، الحكومة المصرية توضح أسباب فرض رسوم جديدة على المواطنين. وعاجل، مصر تعلن سعر بيع أول سيارة من نوعها محلية الصنع. وعاجل، تصريحات خطيرة لأردوغان بشأن انهيار الليرة التركية. وننشر تفاصيل احتياج ليبيا لمليون عامل مصري سيصل ليبيا. عاجل منذ قليل، ننشر التفاصيل في الفيديو. وعاجل، الحكومة المصرية تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيء وبيانها. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط أيضا على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل لألف أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر زي ما متعودين في كل فيديو. نبدأ مع بعض في تفاصيل والخبر معانا. وعاجل، الحكومة المصرية توضح أسباب فرض رسوم جديدة على المواطنين. و وزير المالية المصري طلع في تصريحات تلفزيونية وقال انه تم اتخاذ اجراءات لزيادة اسعار السلع المستوردة بشكل لا يؤثر على الطبقة المتوسطة. وزير المالية قال خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي احمد موسى انه لم يقم بفرض الزيادة، الزيادة لازم يوافق عليها مجلس النواب. لفت الى انه لا زيادة في ضرائب السجائر حتى اليوم. أكد أنه تم تزويد ضريبة 5% على سعر تذكرة الحفلات في الساحل الشمالي اللي قيمتها 6000 جنيه. أكد أن هذه الضريبة تؤخذ لتزويد المرتبات والمعاشات وتحسين حال الفقراء، العدالة الاجتماعية، إن ياخد من الغني يودي الفقير. وشدد على أنه لا يحارب الأغنياء، إنما العمل على مساعدة الفقراء والإنفاق على أن البلد متابعاً، هناخد من الغني وندي الفقير لتحقيق الحياة الاجتماعية. لفت ان وزارة المالية تجلب 25% ايرادات من مصادر اخرى، وان دفع الضرائب في جميع انحاء العالم وعدم دفعها جريمة ضد الدولة. واكد ان الافلام الاجنبية المستوردة فقط تم وضع ضريبة 5% عليها، ما جتش جنب السينما والمسرح، الافلام الاجنبية فقط. اشار ان الافلام العربية والاغاني العربية لم يتم فرض ضريبة عليها. أكد فرض 5% رسوم ضريبية على حفلات البريء وأدوات التجميل المستوردة. تم فرض 10% رسوم زيادة عليها، وهي الموارد التي ستخدم القرى التي يعيش بها الفقراء. وعن زيادة الأسعار، وزير المالية قال إن تكلفة الشحن ارتفعت بشكل كبير، وتمت إضافة هذه الزيادة على الموارد المستوردة وهو السبب في زيادة الأسعار. وضح ان فاتورة استيراد البترول بشكل سنوي 14 مليار دولار سنويا، نستورد من 130 ل 140 مليون برميل بترول سنويا. ووزيرة التضامن المصرية نيفين قد اصدرت قرارا بفرض رسوم اضافية على دخول دور السينما والملاهي وتذاكر السكك الحديدية بالدرجة الاولى والثانية والرسائل البرقية والبريدية. المصدر معانا كان من القاهرة 24. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. والحكومة تصدر بيان صار جدا لكل المصريين. وهيئة قناة السويس أعلنت يوم الأحد عن تحقيق إيرادات غير مسبوقة بقيمة 6 مليارات دولار خلال الفترة من يناير إلى النصف الأول من ديسمبر الحالي. وجاء ذلك خلال استقبال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس لوفد قضائي رفيع المستوى برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، يرافقه مجموعة من قضاة وقاضيات مجلس الدولة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية. وفي كلمة له، أوضح الفريق ربيع أن معدلات الملاحة بالقناة خلال العام الحالي مبشرة للغاية، حيث بلغت حصيلة الإيرادات المحققة بدءا من شهر يناير وحتى النصف الأول من شهر ديسمبر الحالي 6 مليار دولار، وهو رقم لم تسجله قناة السويس من قبل. رئيس الهيئة استعرض عمليات العبور النوعية التي شهدتها قناة خلال العام الماضي، شدد على ما تحمله هذه العمليات من دلالات قوية على كفاءة وخبرة مرشدي الهيئة التي لا بديل لها
ولا غنى عنها لضمان انتظام حركة الملاحة بالقناة. الفريق أسامة ربيع أشار إلى الإجراءات والتدابير المختلفة التي اتخذتها الهيئة للتعامل مع التحديات المختلفة، وخصوصا الطقس السيء، وهو الأداء الذي حظى بالعديد من الإشادات الدولية. مصدر معانا كان من هيئة قناة السويس، طبعا خبر يعني صار جدا. قناة السويس بتحقق 6 مليار في عام 2021 من يناير حتى ديسمبر أو أول ديسمبر الحالي، وده شيء جميل كله إن شاء الله. ربنا يا رب يرزقنا كل الخير ويرزقنا كمان وكمان ويوسع على مصر وشعبها بإذن الله. وننتقل مع بعض الخبر آخر، ويعني أخبرنا في الوقت الحالي اقتصادية وتهم المواطن وعاجل. مصر تعلن سعر بيع أول سيارة من نوعها محلية الصنع. وزير قطاع الأعمال طلع في بيان دكتور هشام توفيق وقال إن الوزارة على اتصال بثلاث شركات محتملة في سعيها للحصول على شريك لشركة النصر لتصنيع السيارات. الدكتور توفيق أضاف إنه من المقرر أن يبدأ الإنتاج في سنة 2023 مع زيادة الإنتاج ل 20,000 وحدة سنويا على مدار 3 سنين. الدكتور توفيق قال إن الطراز الكهربائي المصري الذي سيطلق عليه إما E70 أو A70 سيباع بحوالي 20,000 دولار، مع احتمال أن يكون نصف المشترين سائقي سيارات الأجرة أو أوبر. والدكتور توفيق قال إنه هيعرض على القطاع الخاص دور بنسبة 40% في شركة جديدة أنشئت لتشغيل محطات الشحن المدفوعة مقابل الاستخدام، على أن تستحوذ شركة النصر على 10% والنصف المتبقي من قبل كيان حكومي، دون الخوض في التفاصيل، على أن تغطي المرحلة الأولى المكونة من 3000 نقطة شحن مدينتي القاهرة والإسكندرية قبل التوسع في باقي المحافظات. وقدر وزير قطاع الأعمال عدد السيارات الكهربائية في شوارع مصر بنحو 350 سيارة مقابل أكثر من 5 ملايين سيارة مرخصة مسجلة، وأشار إلى مبادرة لتوسيع الحوافز المالية المقدمة لمالكي السيارات العادية لتحويلها إلى محركات تعمل بالغاز الطبيعي لتشمل المركبات الكهربائية تشجيعا على اقتنائها مستقبلا. طبعا حضراتكم هتقولوا لي يعني ليه يعني عاوزيننا نركب عربيات بتمشي بالكهرباء او بالغاز الطبيعي؟ اقول لحضرتك الحفاظ على البيئة شيء مهم جدا، وخصوصا في الوقت الحالي وهو التغير المناخي اللي احنا بنشهده الان، يعني تقلبات في الجو، اذا كان في الصيف بيبقى شديد الحرارة صيفا، واذا كان في الشتاء بيبقى يعني شديد البرودة في الشتاء. فطبعا دي كلها عوامل مناخية، والإنسان أو البشر على الأرض يعني بيأثر جدا في المناخ. فلما نستخدم إحنا يعني عربيات كهربائية أو سيارات تعمل بالغاز الطبيعي، ده شيء هيساهم في الحفاظ على البيئة. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وتصريحات خطيرة لأردوغان بشأن انهيار الليرة التركية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إنه خفض التضخم في تركيا الذي يتجاوز حالياً 21% لنحو 4% من قبل، أكد أنه سيفعل ذلك مجدداً عما قريب، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار بعد انهيار تاريخي لليرة التركية. أردوغان أضاف أن نموذج السياسة الجديد القائم على أسعار الفائدة المنخفضة جزء من الاستقلال الاقتصادي التي اعتبر أنها مستمرة بنجاح وفقاً لوكالة رويترز. الرئيس أردوغان قال إنه لم يسمح لأسعار الفايدة بسحق المواطنين، أكد على وجهة نظره بأن أسعار الفايدة تسبب التضخم. التصريحات أردوغان جاءت تزامنا مع خروج آلاف المتظاهرين الأتراك في مدينة إسطنبول احتجاجا على غلاء المعيشة والفقر وتنديدا بسياساته الاقتصادية. الليرة التركية سجلت انخفاضا قياسيا مقابل الدولار بعد إعلان البنك المركزي خفض سعر الفايدة مجددا في إطار البرنامج الاقتصادي للرئيس أردوغان. وفقدت الليرة التركية نحو 55 من قيمتها هذا العام، منها 37% خلال الشهر الماضي، في وقت يتوقع فيه خبراء الاقتصاد أن يرتفع التضخم في تركيا إلى أكثر من 30% العام المقبل. عاوز أقول لحضراتكم أنه في الوقت الحالي اللي بكلمكم فيه، إن الليرة التركية مسجلة 17.70% مقابل 1 دولار، فده في الوقت الحالي. الله أعلم يعني في المستقبل هيبقى كام بالظبط، ولكن يعني سعر الليرة التركية عمال ينخفض أمام الدولار
وده شيء يعني سيء على الاقتصاد التركي. يعني نتمنى دائما الخير لكل الناس، وربنا يرزقنا يا رب الخير ويحفظ مصر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وننشر تفاصيل احتياج ليبيا المليون عامل مصري سيصل ليبيا. ووزير العمل والتأهيل الليبي علي عابد أكد أن السوق الليبي بيحتاج قرابة المليون عامل مصري للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا. وخلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة القوى العاملة لإعلان إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا، أوضح الرضا أن المنظومة الإلكترونية ستقضي على الهجرة غير الشرعية في ليبيا وستزيد من عوامل توفير الأمان للعمالة المصرية، وقال لن نتحمل مسؤولية أي عامل يأتي لإعمار ليبيا إلا من خلال منظومة الربط الإلكتروني. شدد على أن العامل غير الشرعي لسنا مسؤولين عنه ولم نستطيع حمايته. وشكر الوزير الليبي الحكومة المصرية على كرم الاستقبال والضيافة والتعاون المشترك، أكد أن الوضع الليبي مستقر أمنيا بدليل استمرار حركة الطيران بين ليبيا والقاهرة. المصدر معانا كان من القاهرة، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. نتمنى يا رب كل الخير لدولة ليبيا الشقيقة وشعب ليبيا الجميل جدا. ننتقل مع بعض الخبر آخر، والحكومة المصرية تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيء. وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات بكافة المحافظات على مستوى البلاد للتعامل مع التقلبات الجوية وحالة الطقس غير المستقر. المتحدث باسم الوزارة حسام عبد الغفار أشار إلى توفير مخزون استراتيجي كافي، ولفت أن الوزارة قامت بتوزيع سيارات الإسعاف على المناطق الحدودية والوعرة والطرق السريعة بجميع المحافظات، فضلا عن زيادة عدد الأطقم الطبية. وأكد انعقاد غرفة الأزمات على مدار الـ 24 ساعة للتعامل مع أي طارئ، والتنسيق الدائم مع غرفة طوارئ هيئة الإسعاف ومستشفيات وزارة الصحة لضمان تقديم رعاية طبية متكاملة على أفضل وجه للمواطنين. ودعا مرضى حساسية الصدر الذين يعانون من ضيق التنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية لتجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة مع ارتداء الملابس الثقيلة. المصدر معنا كان من اليوم السابع، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. إذن يعني كل الوزارات المصرية تعمل بكفاءة عالية في هذه الأوقات الصعبة من الطقس. فيعني في هذه الأوقات بعد الشر لو حصل لحضرتك أي أزمة إن شاء الله، يعني إذا اتصلت بالشرطة أو الإسعاف أو المطافي إن شاء الله هيكونوا يعني جاهزين بنسبة 100%، وإن شاء الله ربنا يسترها علينا جميعا ويبعد عننا أي مشاكل أو يبعد عننا أي شيء يأذينا بإذن الله، وربنا يسترها معانا ويرزقنا ويرزقكم بإذن الله. وكان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا على الفيسبوك وعلى يوتيوب بنفس الاسم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.